حلقة جديدة وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح نلعب واحدة من أكثر الألعاب اللي تطلع لنا في الإعلانات، أتوقع 100% شفتونها، وهي هذه اللعبة. عبارة عن مثل ما تشوفون، طبعا احنا يمدينا أتوقع المفروض احنا نقدر نزوم، ما أدري، المهم أعلننا. عبارة عن عندنا جندي، أوكي؟ هذا الجندي راح يهاجم بعض الوحوش، فالجندي حاليا على رقم 2، اتوقع رقم 2 والليفل حقه رقم 2، اذا جلدته هذا راح اصير رقم 3، فحين اهجم على هذا في البدايه، اوكي جلدته، صرت رقم 3، حين اذا ابغى اهجم على هذين لازم اروح للي رقمه اقل، اوكي هذا رقم 2، ليفل 2 ولا ليفل 3، فاروح لهذا واجلده على طول، تالي اروح للي تحت واجلد الثاني، فاذا الحين القلعه هذه كلها صارت ملكي. هذه فكرة اللعبة، انك تحاول تسيطر على القلاع. فبسم الله الرحمن الرحيم، توها كانت لعبة غير، فجأة صارت اللعبة بالطريقة هذه. وش اللي صار يا جماعة؟ ايوه انا من؟ اوكي طبعا نقدر نستخدم القدر. وتهل اللعبة كانت غير وصارت لعبة ثانية، ما اعرف هل يعني تمويه للاعلان، يعني ترى قاعد احط لك في الاعلان شيء، يعني الحين تجي؟ لا فهمت، هي كانت الظاهر هجمة القلعة. لا والله سيد ما تقدر اسلك الموضوع. المهم اللعبه صارت لعبه ثانيه فجاه، بس سبحان الله، وشكلها لعبه حلوه، ما ادري شكلها لعبه حلوه بس ما لي نفس اقرا الكلام اللي مكتوب، يعني واجه الكلام. المهم اول شيء راح اسوي ابجريد للشيء اللي موجود هني، خلينا نسوي ابجريد. طبعا تعرفون اي شيء عن اللعبه خبروني تحت بالكومنتات. خلونا الحين نجي ونجيب هذا، نخليه دقيقه اقدر اضغط عليه واسحبه. دقيقه انا يمدينا زو، مو فاهم. اوكي اسحبه واجيبه هني. اوكي راح يكون عندها هاي الأسلحة، كل شخص راح يكون عنده أسلحة معينة، وأقدر أتوقع إن أنا أضبط الأسلحة حقتها. كل واحد مثلا حطيت له درع وراح أحط له سيف، حطيت له درع وحطيت له سيف، وهني عندنا الخريطة حقتنا، هذه الخريطة حقت العالم اللي احنا موجودين فيها، في عندنا هذا المكان في مجموعة مراحل مو متأكد، المهم دخلنا على طول على واحدة من المراحل حاليا، خلينا نحاول نستوعب، اوكي، في مجموعة من الوحوش موجودين هني فلازم نحاول نحن نجلدهم، يلا، تكفون جلدوهم. اوكي هذول الجنديين انا سويتهم بنفسي، فحين جلدوا الجماعه اللي موجودين هني. الظاهر انه يطلع لنا في الاعلانات عباره فقط عن اول ليفل من اللعبه، تالي اول ما تخلص اول ليفل خلاص اتوقع ما راح يرجع لك اللي تشوف في الاعلانات ابدا. اوكي خلينا نرجع الحين مباشره للهوم بعد ما جلدنا الجماعه. الحين طبعا شوي شوي قاعد نتعلم على اللعبه، في عندنا ماركت، راح نجيب مكان حق اكل، طبعا ما اعرف لا ينبني بسرعه ولا راح ياخذ وقت منه، خلينا نشوف مع بعض اذا راح ياخذ منه وقت. اوكي نجي هني ونقدر نزيد السرعه، طبعا حاليا مجانا بس المستقبل اكيد راح يكون بفلوس. احس اني قاعد اسوي اعلان للعبه بس انا ما قاعد اسوي اعلان، ترى هاي يا جماعه صدقوني ما قاعد اسوي اعلان، واللعبه اصلا ما يعني اول مره اجربها في حياتي. خلينا نجيبهم هني نوديهم تحت، نجيب بعد هذا الشخص الثاني، نقدر نسحب الناس، حركه حلوه ان احنا نقدر نسحب الناس ونوديهم المكان اللي احنا نبيه. اوكي خلاص يلا، بعض الاحيان ما اقدر اسحب. ممكن تنسحب يا الحبيب يا طيب. اوكي اخيرا قدرت اسحبه وديته حاليا فوق. نجي للخريطه مره ثانيه، بعد ما نجي للخريطه نروح للمهمه الثانيه، خلصنا مهمه واحده راح اروح للمهمه الثانيه. المهمه الثانيه ايضا راح تكون عندنا مجانيه في اللعبه. اوكي لا حلو حلو، عندنا هجمه حاليا مثل ما شفنا في الاعلانات. انا ليفل 2 اقدر اجي لهذا واجلده على طول، خلصنا من هذا. ليفل 3 فاي لازم اروح للي فوق، خلصنا من اللي فوق حاليا. انا ليفل 5 اقدر اروح لهني. القلعه هذه هجم خلاص سيطرنا عليها، القلعه هذه باقي شوي. 9 راح اجي هني وراح نسيطر على القلعه الثانيه. 16 اقدر اهجم على هذا. 28 هذا اقوى مني، خلينا نشوف. جلدت واحد وجلدت الثاني، اوكي توقعت انه ممكن يجلدوني بس طلع لا. اذا سيطرنا حاليا على المكان، سيطرنا على القلعه بشكل كامل. في عندنا صندوق موجود هني، نفتح الصندوق هذا ونشوف وش موضوعه بالضبط بعد ما خلصنا على الجماعه. ايوه طلع لنا سيف، صناديق هذه بتطلع لنا اشياء جدا رهيبه. المهم اذا عجبتكم اللعبه تبون حلقات اكثر كتبوا لي تحت، راح نحاول نحن نفهمها اكثر واكثر وننزل اكيد منها حلقات اكثر واكثر. ناخذ الهديه حقتنا، اخذنا الهديه حقتنا حاليا، طبعا عباره عن فلوس مثل ما تشوفون، نقدر نحن نستعرضها. لا مو اقدر احط لي اسم، اقدر احط لي اسم، يلا نحط لنا اسم يا جماعه. خلينا نسمي نفسي مثلا سيد اكس الونزو، هذا اذا ما حد اخذ الاسم اصلا، فاذا اوكي الحمد لله ما حد اخذ الاسم لان ما حد لعب اللعبه. المهم نروح الى المكان اللي بعده ونحاول نبني. اوكي سرعنا شوي، هذا المكان راح يكون فيه الاكل حقنا، لحم وما شابه راح يكون كله في المكان، نقدر نحن طبعا كالعاده نطور المكان اكثر. المهم لو تلاحظون الحين صار عندي امكانيه ان انا اتحرك في المكان على راحتي، اقدر اروح اقدر اجي اقدر ارفع اقدر انزل اقدر اسوي اي شيء ابي مثل ما تشوفون. اوكي الحين نروح للكتاب، لا مو الكتاب دقيقه، احنا عندنا الخريطه،
احنا هدفنا الرئيسي حاليا الخريطه، لان الخريطه فيها المهمات. خلصنا اول مهمتين راح نروح الى المهمه الثالثه. المهمه الثالثه نجي هني ونسوي اتاك على طول، اتاك سريع. ايوه الحين احنا هني اثنين، اجلد اجلد، ايوه يا سلام. نروح للي بعده اجلد، ايوه خلصنا عليهم الحمد لله، انهينا الجماعه اللي موجودين وحصلنا المكافاه حقتنا. ما نقدر نروح للنكست ليفل حاليا، ممكن ينفتح معانا في المستقبل بس حاليا ما نقدر نروح للنكست ليفل. انزين، هل بيعلمنا على شيء جديد ولا انا لازم الحين بنفسي اطور من نفسي؟ لو تلاحظون هني اتوقع نقدر نسوي ابجريد، لا ما نقدر نسوي ابجريد ولا شيء في الوقت الحالي. في عندنا هني صندوق، هذا الصندوق طبعا فيه السيف الجديد حقنا، وصح في صندوق ثاني، خلينا نسوي له فتح ونشوف مع بعض الصندوق حقنا وش راح يطلع لنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع لنا قوس، طلع لنا تفاح، طلع لنا فلوس. التفاح هل هو اكل؟ هل هو يعتبر اكل يعني ما احنا عندنا هذه القلعه يعني الاكل حق الناس يكون هني؟ مو متاكد. في عندنا هني اتوقع المهام اليوميه اللي احنا نقدر نسويها، نقدر ناخذ الفلوس حقتنا، نقدر نجي هذه بعد ناخذ فلوس حقتنا. ممتاز. الحين نرجع للخريطه كالعاده، الخريطه هي الاساس لان الخريطه هي اللي فيها المهام. اوه هني في عندنا مهمه قويه. الحين راح يبتدي الجد، لا اوكي اتوقعت انه ممكن يخدعونا بس طلع لا لا جد، طلع جد. اوكي نجي لهذا، نخلص عليه، نروح للي تحت. لا لا جلدني جلدني، ثواني نجي هني نروح فوق. الملابس ما يعتبر انك قاعد تحاربها فا ايزي. الحين اروح للي تحت نجلده 18. انا راح اروح للي تحت، هذين الاثنين، هذا واحد هذا الثاني خلصنا عليه 35، يعني راح اجلد هذا نجلد هالاثنين. حلو حلو، باقي اللي فوق، اللي فوق جدا قوي وخلصنا عليه، فاذا سيطرنا على المنطقه كامل بدون اي مشاكل. اعطوني طبعا كالعاده فلوسي لان استاهلها بعد ما خلصت المكان وضبطت امورنا. هاي بفلوس حقيقية طبعا. إذا تبون حلقة ثانية راح أجي واشتري واحد من الاثنين، بس أبيكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات أتوقع نشتري الغالي صح ولا لا. طبعا إذا تبون حلقة ثانية وإذا شفت دعم كبير منكم راح نشتري هذا بإذن الله، وأكيد راح نكون جدا أقوياء في اللعبة. هني محتاجين أو لا جمعنا تفاح ولا نحتاج تفاح؟ مو متأكد، ما انتبهت للرقم، كتبوا لي تحت. المهم نروح للمهمة اللي بعدها، يلا ليتس جو خلينا نشوف. مرة عندنا مهمات بهالطريقة ومرة مهمات اللي هو احتلال القلاع. فالحين هجمنا على هذيل، احنا بس اثنين، شكلنا نحتاج شكلنا بنحتاج عدد اكبر لان شكلنا راح نخسر المعركة هذه. اجلد اجلد هذه، اوكي حلو حلو اوكي، لكن عددنا قليل، عددنا قليل، نحتاج عدد اكبر هني. دقيقة، من وين اقدر اجيب ناس؟ من وين اقدر اجيب ناس؟ هذا ليفل 5، من وين اقدر اجيب ناس؟ انا محتاج ناس اضافيين هني. هل اذا سويت ابجريد اقدر ازيد الناس حقي؟ الظاهر الضايب اذا لفلت اتوقع انه ممكن نحن نزيد من اثنين الى ثلاثه، لان حاليا المهمات بدات تصير صعبه شوي علينا. خلينا ناخذ هذه. اوكي هاي متعبه شوي، انا اقدر اجيبها واسحبها هناك. يب اقدر اجيبها واخليها تجي معانا في هذا المكان، فلا راح يتبادلون الاماكن. لا 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 انا ما كنت ابي يتبادل الاماكن، ثواني انا كنت ابي واحد زياده معانا، اما يتبادل الاماكن لا ما ينفعني. لا لا تعال تعال انجندي انجندي، فاذا ما راح تضبط معانا، لازم لازم شيء ثاني. المهم نفتح صناديق حقتنا اللي موجوده، يلا خلينا نشوف مع بعض صناديق. ايوه حلو نكست، صندوق اللي بعده. اوكي فتحنا الصناديق صح ولا لا؟ صح. نجي الحين للشخصيات، راح اعطيهم هذا خاتم، هذا الخاتم راح اخذه. دقيقة خذه، خذ الخاتم، اعطيته الخاتم تمام. في نفس الوقت عندنا هذه البنت، هل عندها درع؟ مو متأكد. لا 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 هذا مال طابخ سيد، ثواني لا احنا نبي شيء قوي، انا احاول ادور لشيء قوي بس المشكلة تونا في البداية فما راح نحصل اشياء قوية في البداية. اوف راح يكون صعب شوي الهجوم هني، بس راح نسوي باذن الله. اوكي اول شيء نجي ناخذ الشعله، ناخذ هذا، انا الحين جدا قوي. الحين اتوقع اني انا اجي لهذا، جلدته، نروح فوق، نجلد الاول، نجلد الثاني، ننزل تحت، نجلد هذا، نجي الحين من تحت، هذا نخلص عليه، نخلص على هذا المفروض فوق. حلو حلو، تالي هني، تالي اخر واحد هذا 200،
بس ايزي خلصت عليه وجلدناه بشكل كامل، حصلت لي كالعاده صندوق وحصلت لي اكيد فلوس من المهاره او من الهجمه اللي هجمناها. فاتوقع اني راح اوقف هني حاليا. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر لايك، تبوا حلقات اكثر من لعبه اكتبوا لي تحت. اللعبه واعده، ما ادري ممكن تكون حلوه ممكن تعجبكم، ما اعرف. خلنا نشوف ذوقكم. اشوفكم على خير ان شاء الله بمقاطع اخرى. مع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.